واحد اثنين والله حقيقي طبعا من احد التجارب لهذا الفيديو جربنا نروح من مكة لجدة بالقطار صراحة تجربة رهيبة طبعا الحين وصلنا في اللبنة تعال يلا ايش مش عارف تخيلوا يا جماعه لنا يمكن نص ساعه واحنا نشوف الغرف اللي تناسبنا ولا لا تمشي الحارة فاي احد حابب يخطفنا رقم الغرفه 405 بسوي لكم جوله سكن جوية تعال سوي لنا الله عند لايك يلا الحين اوريكم الغرفه من جوا شوف الحمام الحمام صراحه احنا اخذنا غرفه عشان الحمام الفيو حقنا يطل على الابراج يلا واحد اثنين ابراج ولا مو ابراج واحد اثنين تعالي نطي تعالي نطي يلا نطي 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 ايش هذا شكرا تقول له باي باي معجبه باطلاله الفيو يا جماعة أنا هذه المرة كمان ما جيت مع ماما وبابا جيت مع خالة دعاء وبناتها هذه دائما تشبهوها فيني هاي ما تشبهني ما تشبهني شوفي قولي لهم هاي خلاص روحي هذه البنت تكرهني ما أعرف ليش ما في أي سبب صريح بس إنها تكرهني وبنروح سيتي ووك إن شاء الله فلما نروح بصور لكم ولا أتجهز لما نروح زي كذا جماعة الحمد لله شوفوا شبشبلين معلش لازم اجلس عند الفيش شوف الكفر الجديد مره حلو او ماي جاد شغل كشف غلط ماشي لين ايش هذا تعالي لا تصير نفسك مجنونه روحي لبس البنت حرام عليك من الحين ناكل اندومي بنشحن طاقه شويه لانه صراحه يعني شويه كنا بننام على نفسنا واحنا الساعه 6 لازم نروح الحين يعني لازم نمشي من الفندق هاتي فيش بس مش لاقي طبوينا هذا بلاستيك هنا بس طبعا انا جهزت شوفوا ميك ابي تخيلوا ان انا نسيت اثبت بلوس باودر انا احس ما بوريك مجمل من هنا عشان الاضاءه خايسه ويكنا بنا ما بوريكم بوريكم ايش باخذ شنطه بس لعيونكم لعيونكم حرفيا بشيل هذه الشنطه ليش؟ ولبس بنات انا حاولت البس اخف عباية عندي لانه جدا حر ورطوبة وكل شيء، احلى شيء صراحة اشوف اللوجو من تحت مرة عجبتني، باخذ الشنطة عشان الكاميرا احطها فيها، بدي اطلب اوبر عشان بنروح ان شاء الله، صوروا للمتابعين عشان نحمسهم، يلا جاهزين؟ 1 2 3 بنات كيف اسوي التان؟ ولا ما اسوي التان؟ طبعا كالعادة البس شوزي حق سامبا مع باي ما اعرف شوف القطار هذه قطار الموت ايوه بركب انا ان شاء الله القى واحده من الناس في العاب اقدر نلعبها سوا شوفوا لين نامت شوفوا كيف الزحمه يا الله والناس اللي هناك لا لا ما اقدر مره لا خبر محزن يعرفوه حقين الاصفر انه ما خلوني ادخل كاميرتي ولا كانت بتنزل لكم احلى مقاطع وفلوق لانه كان جوا حرفيا الاماكن حلوه بس للاسف رفض اني ادخل الكاميرا واكرههم تعرف المعنى الحرفي اللي انسدت نفسي من جد انسدت نفسي لدرجه ما ابغى اصور خلاص جماعه شوفوا كيف نطت من هنا شويه اذا هذاك لا لا كمان خارجة لا 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 رجع رجع ما هي والله من خيال لا كله
اشتري الكشك كله. تعالي ليه؟ يلا تعالي خلاص. كمان تختار الدبدوب يعني. والله بتسوي خيار اللي ما يفوز اشتري. ما في. طبعاً رجعنا حرفياً ذحين كلنا ترويش، حر كان ورطوبة وتعرف، فبنتروش وعبال ما يوصل الأكل. سنبا أنا سلمش دقيقة أوريكم شكلي كيف. اوكي خلاص بتزيت نجات. في حبة مأكولة؟ في حبة مأكولة تي... آه لا حرام. يعني أنت ما سويت شيء كذا ولا إيش؟ طيب دحين جاء اخر اليوم وقت السوالف. انا ليش لابس النظاره؟ عشان انا فجاه رجعت وعيوني مفقعه كذا، صارت ما ادري منفوخه ما ادري من ايش، سقع من الحر يعني. ما لوم بصراحه عيوني من الرطوبه اللي صارت اليوم. انه اليوم فجاه يوم دخلنا هناك قالوا فك الشنطه، انا كنت شايله توت باج اللي كنت حاطه فيها الكاميرا. قاموا قالوا لا ما راح ندخل الكاميرا، ما نقدر وكذا كذا كذا. قلت لهم طيب انا صور يعني يوتيوب وكذا عندي حسابات. قام ايش قال لك؟ لا ما ينفع، يعني لازم يكون معك تصريح. تصريح كيف؟ ما عمري سمعت بشيء هذا يعني. بعدين ما دخل جوا لقيت اصلا الناس شايلين كاميرا قاعدين يصوروا وجوالات. طبعا ممكن انا اصور بالجوال عادي، بس انه انا اصلا الجوال ما كان فيه مساحه. فهذا مو موضوع يعني، خلاص الموضوع عدى. وانا تنكدت حرفيا نكد من يوم ما دخلت لما خرجت. انا كذا ابغى اصور، كان مره تعرف ذاك شعور الحماس، لانه يلا متحمس اجي استوك مع خالتي وكذا. في الاخير سوينا تم القبضة من البداية. ليش ما صرت من الجوال؟ عشان أنا ما عندي مساحة، وأنا الكل يعرف إن أنا من زمان ما عندي مساحة. صباح الخير. day 2 لبست عباية أمس الجديدة. أنا قاعدين نحاول نلحق كلنا، لأنه ما باقي وقت. تدروا كم باقي ويقفل الفطور؟ نص ساعة وإحنا حالفين نفطر. سلام كبير. Let's go. ان شاء الله يكون فطورهم لذيذ يعني، يستحق اني انا اقوم من النوم. باقي نص ساعه ما ادري ربع ساعه. شوفوا هم قالوا لنا عايش ان الدور السابع يطل على البحر. تعالوا اوريكم البحر ونشوف. استنوا، شفتوا البحر؟ البحر اللي هناك، بس قدامنا لا ما في بحر يعني. صراحه هذا الشيء اتحمس. شوفوا هذا باللبنه وزيت زعتر، قصدي زيت زيتون. ايش ما خلاص حطيت فطوري، حرفيا فطورة بت كل شيء قدامي، بس هذه الاشياء اللي اكلها. مين كل شوي تخسر معايا؟ صحيت من النوم نسيت ان امس كانت تحبني، على طول كرهتني مره ثانيه. بس هذه وقت الفطور يعني، نحار بالجوع استغفر الله. تخيلوا امس استواك اللي قدامنا كاني شفته. شكل الفندق هذا كلنا حاجزينه عشان استواك قريب مننا. يلا والان معا طب البطله. بسرعة بسرعة بسرعة، برد برد برد. اوه يا ظهري، اوه يا ظهري، اوه صقعت صقعت مرة. اقول لك طبة بطلة. تعالي رحتي وسبتيني. حسبتك تبي تستكني على البحر. استكني على البحر، ايش المنظر هذا؟ الو وعليكم السلام. ايوه ايوه. لا مو تمديد، لا متى الخروج؟ طب ما ينفع على الساعة 2 واحدة؟ يا رب الاتصالات ازعجتني، ده ما بيتصل بارتو. الو بابا. لولينا لولينا يلا قومي، يلا رايحين فندق ثاني، يلا قومي. خلاص الحين مجد بنسوي شيك اوت. الساعه كم؟ 3:01 يعني. الحمد لله خلونا نجلس لين هذا الوقت وما طردونا. سويت جناح، صراحه الجناح مره احلى. شوف كيف مره كبيره ما شاء الله، وشرحه ما شاء الله مرة أحسن من الفندق الأول الصراحة. يعني هنا حسيت المكان مرة أحلى وكذا، وكل شيء نبغاه موجود. هذا الفندق بنات، هذا والله مو علام، بس إنه قلت خلينا أفيدكم. اسمه ألويا. اتبطل. بس من جد شوفوا كيف الغرفة كبيرة ورهيبة. أحسها من جد تنفع إنه لو كانوا يعني عائلة كبيرة، يعني لو كل واحد يتوزع في مكان ما شاء الله خلاص ما يحتاج ياخذوا غرف كثير. هنا شخصين، وهنا شخص، وهنا يلصق لك نبتين، وهنا شخص. خلاص خلصنا، واحد ينام في الارض يعني، هذا اوكيك عاد. يلا شوف السرير لين جاء. الله الله الله، حركات حركات. حطه هنا في النص، ايش هنا في النص؟ مخده اثقل مني. لين شوفوني بنروح مطعم ترند هذا اللي حق الوحوش.
شوف الروح هذا حدود الأول حدود يخوف. أول شيء أبغى أسبح. بتسبحي؟ شوف من أول إيش قاعدين نسوي، قاعدين ندور مكان نروحه لأنه ما شاء الله خالتي متعددة الآراء، كل شوية تكنسل من شيء. شكرا. الله طلبت هدي من زمان، ما طلبت هدي. الله في جوا كمان شيء ثاني في الحماس. خلاص من نرجع نفتح ان شاء الله. It's guys غسلت وجهي بهذا الغسول، هم راح بشوف كيف الحبوب هذه الفترة متعبتني مرة. بحط الالف كلو هذا، بروح ارت برومينات، صح اسمه كذا؟ مطعم ترند اللي هو ذاك حق الوحوش ويخوف ومدريش. بنات هذا انا مرة متحمسة اروح بس اشوف ردة فعل لين. بنات لين يعني بنت خالتي الصغيرة نونو تخاف تخاف من شيء اسمه وحوش. يحمس مرة مرة متحمس انها تروح كذا وتخاف. كأنها قلت ادم مني. ايه هي نقطة ضعفك؟ دمع الطفل. على اخر لحظة غيرت العباية، حسيت هذه احلى لانه اليوم امس لبست هذيك اليوم البس هذه، يعني كذا اقول لك تغيره. بنات انا كفري ميت عليه ميت عليه. خالد عجب، انا وخالد عجب ننسى الكرت من امس واحنا نفصل الكروت، نبغى نفصله لنا. هاي فك ايش هذا؟ مين خايفة؟ خايفة. دودو ايوة. ما شوفه هاي حقيقي ولا لا؟ ايش فيه؟ شوفي انا دودو. ايش هذا؟ تخيلوا ايش قال اقول له؟ وفين المونسترز؟ وين الوحوش؟ قال انه هم قاعدين يصلوا دحين لسه شوي يجوا بعد خمس دقائق. بدري جبتينا الجنان اول رايح هذا اللي خايف اول تبكي هذه خلاص شبعت كل شبع اكل كيف الرعب الوحوش كيف لا بس يخوفني كذابه بكيت طبعا جايز في هنا نونو قاعد يلعب باللمبات كمان تسوي نفس راحت الاضاءه باش باصات راح اعطيها لولينا يلا خذيها انت شكرا عفوا جايز شوفوا كيف مرة حلو حطيني الكرتون بليز يا خذي يلا البنت هذه تكرهني من اول ابغى البسها ملابس وهذا ما تبغى طبعا في ضيف جديد انضم الينا مين هو كرم كرم فجأة رسبن من مكة جاء الزبدة محل حيوانات اي خلاص الحين داخلين او ماي جاد ايش هذا شوفوا كأنه صباح بس احنا في الليل موت يخوف جايز بسم الله انا قد مرة واحدة في حياتي بس لبست الثعبان لبسته مسكته اقصد لين في الحديقة
والله كأنه صباح، كأنه في غابة، أبغى أعيش كذا استغفر الله. خلاص سيبي أمك، والله ما راح يأكلك. الله شمس، كأنه شمس. أمسك. شوفوا إحنا قاعدين نسمع صوت بغبغاء، بس البغبغاء فينه ما نعرف. ولا شوفوا شوفوا لقيته لقيته. اسمع طبعا ما احنا قاعدين نسوي اي شيء، واول شيء جربنا الحين البغبغاء، نقول بغبغاء ولا ببغاء ما اعرف. وزه وزه اوريكم هي. حلو مره ناعم في فر مره زي الكاك كاك. هوش لا هوش لا لا. شوفوا كيف لين ماسكه عشان خايفه من امسكي من اول، تحاول تجرب هم يعضوها الحيوانات. حلو حلو. تعالي كده تعالي كده ما شاء الله لي. واو يا راس 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 هنا هنا هذي حقيقية؟ بس ما تتحرك. اي شوف بصل ما هذا؟ اه روح امسكه. يا روح امسكه بس لو اكله كمان صلاح. يا سيد خلي دعم كم المس زي جلد الشنطة. يا طفشت من الطيور، ابغى اسد ابغى. يا شوف كيف يدخل يده في حلقه. اجرب ادخل يدي معاكم. يا لازم هنا ايش الهنود الحمر ولا ايش؟ هنا البسي. واو لينا وقفي. باي باي. عن كذا خلصنا حديقة الحيوان، صراحة الفلوق كان مرة رهيب، وخلصنا من حديقة الحيوانات مرة رهيبة وتستحق التجربة، لازم تجربوها والله حقيقي. مسك جلده يا جوجو. لا بنات تخيلوا انا جالسة قهوة مع خالتي وقاعدة اشرب قهوتي، السالفة قلتها للسناب بس عادي بقول لكم هي. تخيلوا واحدة من المتابعين الكيوت العسل، بنات اعشقكم اعشقكم، كتبت لي ماتشا وربي انا مره زعلت منها، زعلت حتجي تقول لها ليش جيبي زعلانه منك. ما انا اشوف الاكواب هذه مره حلوه، اشتريت واحد الماتشا لان الماتشا انا اسوي اصلا تكون قليله. هنا خذي واحد. الله اشتريت هذا وهذا. اشوف هنا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. شوفوا ماتشيتي. استنى على اساس نرجع البيت وننام، فجاه لقينا نفسنا قاعدين ناكل بلبن. بسرعه بسرعه دقيقه.